مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من ضيف الأخبار. وضيفنا اليوم هو رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي للحديث عن التعاون البرلماني وآليات تطويره والتحديات التي تواجه المنطقة العربية وفي مقدمتها الحرب على غزة والأدوار التي يطلع بها المغرب من أجل الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك. فأهلا ومرحبا بكم أستاذ عادل. أهلا بكم على شاشة القناة الثانية. مرحبا، وتشرف تواجدي بينكم في هذه القناة العريقة، وأتمنى إن شاء الله نخرج بكثير من الأمور تتعلق على ما يجري في الساحة العربية خاصة. أهلا بكم مرة أخرى، ولنستهل حوارنا بالتعاون القائم بين البرلمان العربي والبرلمان المغربي. ما تقييمكم لهذا التعاون وما هي المجالات التي يشملها؟ طبعا التعاون مع البرلمان المغربي بغرفتي تعاون جدا متقدم ومتميز. أمانة يعني احنا كبرلمان عربي نعتز بالتعاطي الإيجابي مع البرلمان العربي، والدعم الذي نحصل عليه كبرلمان عربي دعم جدا مهم. وجودنا الآن في هذا المؤتمر يؤكد على هذا التعاون الذي نحرص ويحرص الأخوة في المغرب عليه، دعما للقضايا العربية، دعما للدبلوماسية البرلمانية. فالمغرب أمانة متقدم في البرلمان العربي، وهو طبعا أعضاء في هيئة المكتب من خلال رئاستهم للجنة المالية من خلال الأخ النائب محمد البكوري. فالمغرب في طول يعني طول فترة عمل البرلمان هو يعني عنده مقعد ثابت في هيئة المكتب، لما للمغرب من حجم وتأثير كبير في مؤسسات المجتمع العربي بشكل عام والبرلمان العربي بشكل خاص. يحيي البرلمان المغربي هذه الأيام الذكرى الستي لتأسيسه، كيف تنظرون في البرلمان العربي إلى تجربة البرلمان المغربي؟ والله طبعا التجربة المغربية البرلمانية تجربة ثرية ومتقدمة، وطبعا احنا نشيد بالتغييرات والتطوير التي قادها جلالة الملك المملكة المغربية من خلال إرادة ذاتية من جلالته، تؤكد طبعا هذه الإرادة بأن ثقة جلالة الملك في المؤسسة التشريعية وحرصه على تطويرها المستمر، حرصه على أن تكون التجربة المغربية تجربة رائدة. طبعا التجربة فعلا يعني متميزة وتجربة متقدمة وتعتبر مثال يحتذى به، خاصة بأن هي تجربة احنا نشوفها تجربة مغربية خالصة أتت بإرادة ملكية، وهذا يحسب طبعا لجلالة الملك، وهذا يعزز التجربة المغربية، لأن رأس الدولة هو من يدعم الديمقراطية ومن يدعم تطوير مجلس النواب والعمل البرلماني. فطبعا التجربة المغربية اختصارا تجربة متقدمة، تجربة فعلا يعني ثرية، وتجربة لها دور مهم في السياسة العامة للمغرب، وفعلا يعني هي نموذج بالنسبة لنا، نموذج محترم، نموذج يعني يحتذى به. دعني أسألك عن الأدوار التي يطلع بها البرلمان العربي من أجل خلق دينامية في البرلمانات العربية وأيضا من أجل تعزيز العمل العربي المشترك. طبعا احنا يعني أساس آلية عملنا هو تعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ويكون لها تواجد وحضور خاصة في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية، كذلك دفاعا عن القضايا العربية، وأن تكون القضايا العربية حاضرة في هذه المؤتمرات حضور جدي وحضور فعال، خاصة كما تعلم بأن المنطقة العربية الآن تمر بمنعطفات يعني خطيرة وكبيرة، تحتاج من الجميع أن يقوم بدوره دفاعا عن الأمة العربية، دفاعا عن القضايا العربية. فالبرلمان العربي يحرص أنه دائما يكون في مقدمة الصفوف، نتعامل من خلال يعني حرص على المصلحة العامة العربية، على وحدة الدول العربية، على دعم العمل العربي المشترك. كل هذا الأمر لا شك احنا نحرص عليه كبرلمان عربي، وعندنا سياسة توافقية، عندنا توازن مهم بين الدول العربية، لذلك حرصنا أن احنا نكون قريبين من الجميع، وهذا يعني أوجد لنا أرضية احنا كبرلمان عربي نتحرك فيها من خلال ثقة الدول وثقة الأعضاء، واجتماعاتنا طبعا بشكل دوري، والحمد لله يعني بنينا شراكات وتحالفات مهمة على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، وأصبحت القضايا العربية هي دائما متواجدة في المحافل الدولية. هذا كله يؤكد بنجاح الدبلوماسية البرلمانية التي يقودها البرلمان العربي، ونحن حريصين على أن نكون دائما نتعامل وفق المصلحة العامة العربية بعيدا عن أي تجاذبات
دولات عربية قد تعطل مسيرة العمل العربي المشترك أو قد تعطل العمل بين الدول، فالتناسق والتناغم موجود بين الأعضاء. حرصنا منا بأننا نمثل الوطن العربي ولا نمثل توجهات دولة بعينها. تحدثتم عن الظرفية الحالية الموسومة بتحديات وتوتر، ولعل من أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الراهن ما تعيشه غزة. ما الذي قمتم به كبرلمانيين في إطار الدبلوماسية الموازية من أجل وقف الحرب ومد يد العون لسكان غزة؟ طبعا البرلمان العربي هو من أوائل المؤسسات المجتمع العربي التي تحركت نحو دعم ونصرة الأخوة في فلسطين، استشعارا منا بأن العملية ستتوسع وستتكبر. طبعا البرلمان العربي في حالة نقاط دائم، متواصلين مع جميع البرلمانات سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، نحرص على أن يكون دائما يعني نعكس الصورة الحقيقية لما يتعرض له الأخوة في غزة، خاصة استهداف الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين بشكل عام. لذلك البرلمان العربي يعني تواصل مع كثير من هذه المؤسسات، وحصلنا على ردود مناسبة وحصلنا على تفاعل، واستطعنا أن نغير بعض المواقف الدولية. فطبعا احنا مثل ما تفضلت ان احنا في حالة انعقاد دائم، عقدنا تقريبا جلسة خاصة عن فلسطين وجلستين كان موضوع فلسطين اخذ تقريبا 80% من جدول الاعمال، وعقدنا كذا مؤتمر صحفي. امانة تواصلنا بشكل يومي مع سواء الاطراف الفلسطينية او الاطراف الدولية، ويعني قدرنا ان احنا نفعل الدبلوماسية البرلمانية العربية خدمة الاخوة الفلسطينيين. نسعى ان يكون فينا فعلا يكون لنا دور يعني مخلص للقضية الفلسطينية، دور قادر على انه هو يدعم الموقف الفلسطيني. ما يتعرض له الاخوة في غزة امانة امر جدا محزن وخطير، واحنا نستشعر كبرلمان عربي ان احنا الموضوع الان لا يتعلق فقط غزة، طبعا احنا مع غزة في الاول في الاخير، لكن الموضوع يعني اخذ يعني منحنى اخر وقد يمتد لامور اخرى. فالبرلمان العربي يعني رفض كثير من الامور، على راسها موضوع تهجير الاخوة الفلسطينيين سواء على مستوى تهجيرهم في سيناء او تهجيرهم في الاردن. كل هذه المواقف البرلمان العربي كان له رؤية واضحة ودعم واضح، وسنحرص ونستمر في دعم الاخوة الفلسطينيين، وهذه دورنا كبرلمان عربي وواجبنا كشعب عربي، وسنستمر فيه ان شاء الله. والله يوفقنا ان احنا يكون لنا القدرة على احداث تغيير او احداث يعني تأييد للقضية الفلسطينية للموقف الفلسطيني. كيف تنظرون إلى دور المغرب؟ دور المغرب عامة دور يعني مشرف، وإحنا يعني كأعضاء يعني برلمان عربي في المغرب مواقفهم يعني متميزة، وهم أعضاء في لجنة فلسطين كذلك، فطبعا أعضاء المغرب ومواقفهم يعني تتماشى مع كل الخطوات اللي اخذها البرلمان العربي في دعم الاخوه الفلسطينيين، وهو امانه حتى في زياراتنا الخارجيه التي نحرص من خلالها لدعم الاخوه الفلسطينيين متواجدين ورؤيتهم واضحه. امانه الشعب الفلسطيني جزء شعب من جزء من الامه العربيه، فطبعا التعاطف والدعم هذا واجب على الجميع. امانه احنا نقدر هذه المواقف المغربيه التي بلا شك هي لها صدى مهم في عملنا كبرلمان عربي. في بعض الأحيان تصدر عن بعض الجهات أو الأطراف أو المؤسسات مواقف تمس تعد تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تمس بوحدتها الترابية، كيف تتعاطون في البرلمان العربي مع مثل هذه المواقف؟ طبعا يعني التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية هذا أمر مرفوض، واحنا البرلمان العربي لنا مواقف كثيرة في رفض هذه المبادرات، خاصة فيما يتعلق في يعني فيما يتعلق في ملف حقوق الإنسان وتسييس هذا الملف واستخدامه كورقة ضغط على الدول العربية. البرلمان العربي له موقف ثابت في هذا الأمر، من يحدد ما يجري في البلد هو القيادة والشعب، عكس إرادة الشعب عكس إرادة القيادة أمر مرفوض. ثاني شيء احنا ضد فرض أي هيمنة خارجية على أي دولة،
عربية، وإضافة إلى عندنا إحنا المرصد العربي لحقوق الإنسان، مرصد أمانة فاعل ومرصد نشط يتحرك بشكل إيجابي نحو دعم وتطوير ملف حقوق الإنسان، لكن من خلال الثوابت التي يجب عدم الحياد عنها، وهي احترام سيادة الدول، عدم التدخل في الشأن الداخلي، عدم تسييس ملف حقوق الإنسان. فهذه الأمور كلها موجودة، والبرلمان العربي يعني يعمل من خلالها ويحرص عليها في نفس الوقت. وفيما يخص الحفاظ على سيادة الدول ووحدتها الترابية، طبعا سيادة كل الدول العربية هذا أمر يعني لا أحد يستطيع الإنكار أو أحد يستطيع المساس به، فسيادة أي دولة عربية سيادة لكل الدول العربية. هذا أمر مثل ما قلت لك إحنا كبرلمان العربي بعيدين عن أي شيء يتعلق بسيادة يعني بالمساس بسياسة بسيادة أي دولة عربية، وإن شاء الله بلا شك إحنا دائما نحرص على أن إحنا يكون لنا دور في دعم القضايا العربية، خاصة ما يتعلق في المؤتمرات والمشاركات الخارجية. احنا نحرص على ان يكون في هناك يعني تناغم عربي وتنسيق عربي، حيث ان التشتت العربي لا يخدمنا ولا يساعدنا في دعم القضايا العربية. فاحنا كبرلمان عربي نعمل وفق كتلة واحدة ورؤية واحدة، ان احنا دورنا دعم العرب ودعم القضايا العربية ودعم العمل العربي المشترك. أستاذ عادل، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.